رمضان السنة دي مليان مواهب بالحقيقة، وفرصة تنوع الموضوعات واختلاف المسلسلات ادت فرصة كمان ان يكون في اجيال كتير، ويكون في وجوه شابة نضرة كده تبقى موجودة في دراما رمضان بشكل كبير. في بيت الرفاعي في طبعا الفنانة الشابة ملك أورا، وملك الحقيقة يعني طبعا ملك ده مش اول مرة تبقى موجودة، عملت حاجات كتير وشاركت في اعمال كتير، بس يمكن بقالها فترة ما كناش بنشوفها، فإنها تعود في هذا النوع من الدراما اللي أعتقد ده دور جديد عليها وهي باذلة مجهود كبير فيه. فخلينا نسلم على ملك ونشوف تفاصيل بيت الرفاعي كانت عاملة إزاي. مساء الخير يا ملك. مساء النور، ازاي حضرتك؟ كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا ملك. أنا مبسوطة إن انتي أعتقد ده يعني نوعية بيت الرفاعي أو الدراما دي أول مرة تقدمي الشكل ده. الحقيقة أنا بقالي رمضان اللي فات واللي قبله كنت غايبة عشان ما كانش في حاجة شداني، ما كانش في ورق حلو. أيوة. فأنا أول ما جالي بيت الرفاعي حبيته على طول، وبقيت مش عارفة أسيب الحلقات. بجد الحلقات حلوة قوي لغاية الآخر يعني. لا، وانتي دورك صعب، اللي هي عندها مرض معين، يعني انا ساعات وانا بتفرج عليكي يا بنتي خدي بالك لا تتوجعي. ايوه يعني بتروحي من مكان لمكان. يعني كلمينا كده عن الكواليس، واول مره بتشتغلي مع النجم امير كراره؟ اول مره اشتغل معاه، وبصراحه من احلى التجارب يعني. أيوة. بجد هو هادي، بيشتغل بروقان، يعني بيساعد كل اللي حواليه. امير بجد من احلى الشخصيات يعني، فعلا ما كانش مشاهد كتير تجمعني بيه، بس المشاهد اللي كنا مع بعض فيها بجد هو جميل بجد، وفيري سبورتيف، يعني اتبسطت قوي بالشغل معاه. وواضح جدا انتوا كده كاسره، لكن طبعا المسلسل فيه مراحل كتير، يعني طبعا اللي بيحصل للاسره والمشاكل اللي بتقابلوها، بتروحوا من مكان لمكان وتسيبوا بيتكم وترجعوا وتروحوا، فكلميني كده عن الكواليس. اولا صورتوا كمان في اماكن كتير. صورنا في اماكن كتير ده حقيقي، وكان في حاجات في اسكندريه وفي القناه، يعني كان في حتت كتير. كواليس كانت حلوه، لان كل واحد كان، انا شخصيا كنت مركزه قوي في ورقي وفي شغلي وفي اللي انا داخله اعمله، وببقى حد يعني بلبس لبس رؤيه بالباستيلات في اول مرحله ليها قبل ما تتجوز، بالشكل اللي هو بتاع المرحله الثانيه اللي هو مور ليفي لايك. انا كنت ببقى عايشه رؤيه طول الوقت، فالدنيا كانت بتكون لذيذه، حابه قوي اللي انا بحب قوي اللي انا بعمله، فباجي مبسوطه يعني، باجي عايزه اروح اصور. طبعا استاذ احمد نادر جلال له يد كبيرة قوي في ان الكواليس تبقى حلوه. يعني فعلا المخرج بيبقى مهم قوي، يعني من اهم ادواره ان هو يخلي بجد ده حقيقي. احنا كلنا بنحب بعض وكنا بنتبسط قوي مع بعض، وكنت ممكن تحس اول ما راحت انا مش بشتغل يعني. ايوه، بس احمد رزق الشر ده اخباره ايه يعني؟ ده احلى واحد، ده بجد جميل يعني. لا بجد يعني هو اكيد، بس يعني هو عامل شر على كل المسلسل يعني. ايوه، لا ده هو، انا اصلا ببقى مثلا واقفه جنبه في المشهد الاقي صوت طلع كده، فاروح بص جنبي اللي هو بيزوم كده عشان يطلع يغير نبره صوته، بقول له ايه ده يا احمد؟ يقول لي انا خلاص هروق دلوقتي يعني. هو بجد برضو عمل دور حلو قوي الحقيقه. رد الفعل بالنسبه لك ايه؟ يعني منين بتتابعي رد الفعل غير الناس؟ السوشيال ميديا كمان بتكتب الناس، انت شايفه رد فعل الناس عن ادائك ايه؟ انا مبسوطه جدا جدا بالفيدباك، يعني فعلا هو وصل للناس، وانا كنت بصراحه انا كنت متوقعه، لان بجد هو عملته من قلبي. فانا مبسوطه جدا ان الناس مبسوطه برؤية، وانا كنت بقالي بجد شويه مش لاقي حاجه حلوه اعملها، فرؤية انا مبسوطه، فحاسه ان دي عوده قويه في رمضان. بنتمنى لك التوفيق جدا يا ملك، وتفضلي دايما تقدمي حاجات مختلفه، ويبقى لك الطله المميزه بتاعتك دايما على الشاشه. بشكرك شكرا جزيلا. Thank you so much. بشكرك يا ملك، شكرا جزيلا من بيت الرفاعي.